السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد الخالد من شركة بروج من مدينة طرابلس. نحن اليوم راح نشرح لكم بإذن الله طريقة إفراز الصك في تركيا. إحنا اليوم متواجدين هنا في بلدية طرابلس في بلدية يومرة في مدينة طرابلس. طبعاً أول شيء يتم تجميع الأوراق للطرفين، هي الشركة المقاولة أو المطورة، وأيضاً أوراق المالك اللي هو العميل. طبعاً الأوراق اللي يحتاجها العميل الرقم الضريبي، أيضاً صورتين شخصية بالإضافة إلى ترجمة الجواز. طبعاً راح يبحثوا مترجم محلف من الدولة عند فراغ الصك، والأوراق اللازمة للشركة راح يتم تقديمها صباحاً من الساعة 8 إلى الساعة 10 تقريباً أوقات التقديم. طبعاً راح تقدمها الشركة المسوقة أو الشركة الوسيطة. بعدها راح تيجي رسالة على الجوال بموعد إفراغ الصك وأيضاً بالضريبة اللي راح يدفعها العميل، وهي 3% طبعاً إلى 2019، ما حددوا كم راح تكون بعد 2019. طبعاً إحنا اليوم موجودين لإفراغ شقة صك شقة لأحد العملاء، راح نشرحها لكم بالتفصيل. استخراج الصك في أحد صناعات استخراج الصك في طرابزون. المترجم المحلل يشرح للطرف الأول للمشتري طابق الشروط. الثاني بودروم ورقم الشركة، يتم الشرح بحضور الطرف الثاني والشركة المطورة والطرف الثالث مدير إدارة استخراج الصكوك بحضور الموظفين تحت مراقبة الكاميرات، حيث كل شيء يكون سليم تحت المراقبة. 175 قيمة رسمية، تمام مزبوط. في أي سؤال؟ ما في أي مشكلة يعني؟ ما في أي رهن؟ ما في أي حجز؟ ما في أي يعني ما في أي مشكلة؟ بالنسبة للحديقة في مساحة كلها مساحة حديقة ما في، بس مكتوب مساحة الأرض كله ونسبة طبعاً نسبة مكتوب على السقف. المترجم المحلف يوضح للطرف الأول للمشتري جميع التفاصيل للعقار من ناحية المساحة والسعر المقدر وكذلك المواصفات. وجود الطرف الثاني الشركة المطورة والطرف الثالث. مساحتها كم شو قال؟ 105. مدير دائرة العقار أيضا موجود. الآن يتم التوقيع من الطرف الأول. Gecikme tarafından kaynaklan yazıyorsunuz. Kamera gecikme tarafından. Mesaj size şey geldi gibi. Gerçi ama benim sistemimde ikiye verildi ya ben de o. Hı, tarafından? Kaynaklandı. Kaynaklandı. توقيع. الآن توقيع المشتري. السلام صك المكيف على بركة الله. الله يجعله منزل عامر. توقيع. جزء على الصورة جزء برا يعني. توقيع. توقيع. توقيع الطرف الثالث المترجم المحلف من الدولة. مبروك الله يبارك ان شاء الله. 5 دقائق يتم استلام الصك. نعم مبروك على الشركة. نستلم صك ان شاء الله. ان شاء الله كفاءته في استخراج الصك وتسليمه للعميل. يوم تسليم الصك للعميل
من مدير دائرة استخراج السكوك في طرابزون. ألف مبروك إن شاء الله عن علي، الله يجعل المنزل بارك إن شاء الله. مبروك شوف تشكيلات، شوف صراحة أيضا وصول يقول على البركة إن شاء الله.